هل يجوز أن نصف الله بوصف هو من فعله دون أن نسميه به؟ الجواب نعم يجوز، لأن باب الوصف أوسع من باب التسمية. فمثلا لنا أن نقول إن الله متكلم، إن الله متكلم من قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، ولنا أن نقول إنه مريد من قوله تعالى ويفعل الله ما يريد، لكن لا نسميه بالمريد ولا نسميه بالمتكلم لأنه لم يسمي نفسه بذلك. وليس لنا أن نصفه بصفة تنافي كماله كالماكر والمستهزئ والمخادع وما أشبه ذلك، ما نسمي بهذا، ولا نصفه به أيضا لأن الله لم يصف نفسه بهذه الأوصاف على الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يفعلها. قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم مقابل، وقال ويمكرون ويمكر الله مقابلة، وقال قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم مقابلة، لأن هذا دليل على قوة الله عز وجل وأن مكره أعظم من مكره. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فصارت الأشياء تنقسم إلى أقسام، يعني الصفات. أولا أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه ولكن لا يسمى به، مثل المتكلم المريد وما أشبه. الثاني أن يكون الوصف غير لائق بالله مطلقا، مثل لا هذا غير، مثل الخيانة، هذا لا يمكن أن نصف الله بالخيانة، لا يمكننا أن نصف الله بالخيانة. وقول العوام الآن خان الله من يخون غلط، هذا كبير يجب أن ينهى الناس عنه. الثالث ما يليق به في حال دون أخرى، مثل المكر والخداع وما أشبه، هذا لا يوصف به على الإطلاق ولا ينفع عنه على الإطلاق، يوصف به في حال يكون فيها كمال كمالا وينفع عنه فيما سوى ذلك. طيب،